في حاجة؟ صباح الخير. صباح النور يا جميلة. حلوة قوي ده البدلة عند البنات؟ بدلة؟ دريس. دريس ايه اكمل؟ التونيك. تونيك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انتوا اللي بتجيبوا اللبس ده منين برضه يا جميلة؟ فاكرة القميص اللي كان لوحده؟ فاكرة؟ انا شفته. طب بقول لك ايه؟ ما تسيبك يعني من لبس البنات وتيجي نروح نفطر. لا يا جميلة مش فطار الصبح مش عارف ماليش نفس باين. اصلي بصراحة سمعت ان في مطعم حلو قوي قريب من هنا، ما تيجي نروح نفطر ونيجي نكمل يومنا. وعرفتي منين يا هنم ان طعمه حلو؟ كلتي مع مين غير يا جميلة؟ ايه اكمل ما عرفته من على الانترنت. والانترنت تعرفك اذا كان حلو ولا لا؟ كله كنا كاذبات، انت بتكذبي يا جميلة زي اي بنت. معقول؟ قولي الاوفر اللي انت فيه ده يا اكمل. بجد كل ده عشان قلت لك نفطر؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاتوا فيه؟ انا عايزه اعرف بقى انتوا جايين تشتغلوا ولا جايين تتسرمحوا؟ لا دي سرمحه شغل يا ماما. عشان كده بقى انا فكرت وقررت بما ان انا خريجه فنون جميله وبقالي كتير قوي ما مارستش المهنه دي وعملت المكتب ده عشان حبيبي ابني حياه قلبي، فانا قررت ان اجي اساعدك في المكتب. هنا؟ في المكتب يا حياتي. ما هنا يعني تقعدي هنا؟ ايوه. ليه؟ علشان ادي خبرتي للمحتاجين خبره. قصدها عليك انت جميل. لا وكمان عشان اعدل الحال المايل. دي قصدها عليا انا بقى. تعالي يا بنتي انت قلت لي اسمك ايه؟ جميله. ها مش باين. تعالي يا حبيبتي. تعالي ورايا انا ما بحبش استنى كتير. يلا الجميله. اصل كانت حلوه قوي مش متوقعه منها. عاجبك كده؟ عندنا لا فطرنا ولا اتغدينا. امك دي شكلها هتطلع عين امي. يا ريت هتطلع عين امك بس يعني تبقى عدت على خير. لا مفاجاه تحفه ماما. ليه؟ جاية هنا ليه يا ماما؟ جاية هنا ليه؟ طب البيت وبيتنا هعيش معاك. البيت عادي يا ماما. جاية هنا ليه يا ماما؟ جاية هنا ليه يا ماما؟ طب هعمل ايه يعني؟ ظلم بقى. مستر أكمل. ها؟ ايه اللي بعديه؟ ايه سبب الفرحة دي يا ابني؟ يا ابني أنا فصلتك قبل كده ورجعتك عشان أهلك غلابة. ده انت بارك بقى. افندم انتي بتحديني يا بنت انتي؟ اتحداكي ليه؟ وايه اصلا القضيه اللي بيني وبينك علشان اتحداكي؟ بقى كده انا مش فاهمه انتي ليه شايفاني ندي ليكي؟ انتي حاجه وانا حاجه تانية خالص، وبعدين سوري يعني في الكلام بس دي حقيقه. انا لا من سنك ولا من مكانتك. وبعدين لو خايفه على اكمل ابنك مني او مفكره اني ممكن حتى افكر فيه فانا بطمنك انا مستحيل افكر في واحد ابن امه. عارفه يا بت انت فعلا ناقصه تربيه وهعرف ازاي اربيكي. على فكره بقى انا متربيه كويس قوي. انت متربيه؟ لا يا حبيبتي تعالي هنا. التربيه اللي هتشوفيها مني غير التربيه اللي انت متربيها خالص. انا هعتبر ده سب وقصف وهرفع قضيه واطالب بالتعويض. انت بتهدديني وانت بتشتميني؟ طب ايه رايك بقى انك مش هتقعدي في المكتب ده دقيقه واحده؟ وحياتك يا طنط، لا المكتب ده كله يبقى من ايدي دي لايدي دي. طنط طنط في عينك. انت يا حبيبتي تقولي لي رحمه هانم. اسفه يا مدام رحمه، قصدي يا رحمه هانم. طب بقى انت بتهدديني بجد؟ انت مرفوضه من النهارده. حضرتك بقى تقدري تقولي الكلام ده لسعاده الوزير. وعلى فكره كل المناقصات اللي بتحصل في المكتب ده ممكن تبقى بخي لو عارف انك بس بتضايقيني. بعد اذنك بقى علشان اروح اتعرف على الاقسام الخاصه بالمكتب. انا ممكن اساعدك على فكره. انا عرفت انك قررت تبقي ست بيت من ساعه ما اتجوزتي استاذ حسين فهمي يا مدام سعاد حسني. سويت. طب يانا يا انتي يا بنت المسلوعة انتي. طولتي قوي يا جميلة.
انا خايف ماما تقتلها والله تعملها. ايه جميله كل ده؟ بقول لك ايه؟ في حرب عالميه هتحصل في المكتب ده. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا بنصحك وبحذرك تشوف لك مكتب تاني تشتغل فيه عشان انت مش هتستحمل اللي هيحصل هنا. لا والله اشوف مكتب تاني اشتغل فيه؟ انتوا ليه كلكم بتنسوا ان انا صاحب الشركه؟ انا هشتغل هنا يا جميله. وبعدين يا جميله انت ما تعرفيش ماما، والله طيبه جواها طيب جدا، بس هي بتتنرفز بتتعصب كده. بصي انا مش عايزها تكرهك، خليها تحبك، حاولي تكسبيها. كانت حبتك انت. يعني ايه كانت حبتني انا؟ على فكره انا ماما بتحبني جدا، بس مش دايما، بس عادي انا بالنسبه لي مستني لو في حب ماشي مفيش مشاكل. انا ماشي. ايه رايحه فين انت؟ رايحه مشوار. مشوار؟ رايحه تقابلي شباب يا جميله؟ قابل شباب؟ اه. ايه الادب دي؟ قلة ادب. اه ما انا ماشية وعندي مشوار وفي الاخر تروحي تعملي حاجة تانية، انتوا كلكوا كده، صح؟ ماشي ماشي، ما هما كانوا بيقولوا ايه؟ احنا رايحين للخياطة ورايحين بعديها للكوافير، فيكلموا الخياطة يلاقوهم ما لو عند الخياطة ما... كذابات كلكن كاذبات. انت اوفر قوي على فكرة. بس اسكتي يا جميلة بقى اسكتي. على فكرة بقى انا رايحة كنت مصية يعني على دواء البابا ورايحة اجيبه جاي. دواء البابا؟ اه. اه ماشي ماشي. الشباب تنفعك يا جميل. تعالي هنا. سكرتيرة هالة راحة فين؟ داخلة المدام رحمة. داخلة المدام رحمة كده من غير ما تاخدي إذن صاحب الشركة؟ ممكن بعد إذن حضرتك أدخل المدام رحمة؟ شفتي لما استأذنتي؟ شفتي؟ أعمل إيه كصاحب شركة؟ سكرتيرتي ما يعني روحي يلا روحي. ليه؟ راحة ليه؟ والله ما أعرفش، هي كلمتني وقالت لي تعالي عايزاني ضروري. عايزاكي ضروري؟ هي بتخطط لإيه الست دي؟ الست دي بتعمل إيه في المكتب جوه؟ هتعمل إيه؟ طبعًا سكرتيرتي هالة شاطرة وفتانة وهتقولي على كل حاجة حصلت جوه، صح؟ إن شاء الله. أنتِ بتوعديني؟ أنا ليه محدش بيحترمني في الشركة دي؟ ليه؟ ليه؟ والله أنا صاحب شركة، المفروض الناس تحبني وتكلمني كويس. ماشي ماشي ماشي، أنا لازم أبقى صعب، كلهم بيستغلوا طبتي. دواء يا جميلة دواء. كذابات قوي. كوكو حبيبي. كوكو حبيب قلبي في الشركة عندي؟ الله يخرب بيتك. فين يا روحي؟ أنت فين يا قلبي وأنا بكلمك طول الليل تليفونك مقفول؟ يا ستي هفتحه هفتحه. ليه قفله؟ 10 دقايق. ليه قفله؟ هفتحه 10 دقايق ليه قفله برضه؟ هفتحه. انت دايما مستعجله، انت دايما مستعجله. فاكره لما كنا في قلة عصام برضه يا منال؟ اه فاكره. حبيبي احنا مش متوعدين ان احنا امبارح هنسافر مع بعض. ايوه ما. طيب وانا طول الليل عمال اكلمك وانت مش بترد. بس طيب السفر اتلغت. لغوها. لغوا السفر. ما هم اللي لغوه وانا اللي لغيتها. معلش الحركات دي كلها اضعف والمصعب اضعف. هنروح ان شاء الله قريب. يلا امشي امشي من هنا دلوقتي عشان يا جمال طفايات الحريق. ايه الجمال ده؟ هو ايه اللي جابك هنا دلوقتي انت؟ ارزاق رزقي في رجليا. ايه هتقطعها ولا ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. مين دي يا كموله؟ دي؟ لا انت بسألك. ايوه على دي. دي زبونه. زبونه يا بابا. انا بخلص لها ديكوراتها في شقتها. في شقتها؟ اهلا وسهلا. زباين هنا بجد يفرحوا النفس، يطلعوا الشعر، يبسطوا اي بني ادم مكتئب في الدنيا. ما شاء الله عليكي. ولعه ولعه. شو اتفضلي فين؟ اتفضلي فين؟ يلا عشان توعي ايدك دي. ايه ده؟ توعي ايدك دي. اهلا 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 وسهلا.